Hi friends, in this video I will tell you about the 5 best apps to make money online. Watch this video till the end. واحد دفاتر المهام تاسك بوكس هو تطبيق مسح وتفتيش عبر الانترنت مخصص في المقام الاول لسكان الهند وشبه القارة الهندية بينما يتبنى النمط الامريكي من سواب بكس بعدة طرق. إنه أحد أسهل تطبيقات كسب المال لنظام أندرويد ويسمح لك بإكمال استطلاعات الرأي عبر الإنترنت بعد مراجعة المنتجات وكتابة تجربة التطبيق وإكمال المهام الصغيرة الأخرى. في المقابل تدفع مقابل حساب بيتم الخاص بك والذي يمكن استخدامه لأي شيء من التسوق عبر الإنترنت إلى إعادة شحن الهواتف المحمولة المدفوعة مسبقا. نيكست 2 جيك فاك مكافأة. يتوفر جيك ووك أيضا في أجزاء من الولايات المتحدة وكندا. جيك ووكر هو أحد التطبيقات التي تجني لك المال من خلال إكمال المهام. يمكنك التقاط صور لأماكن مختلفة أو توزيع منشورات أو كتيبات أو أن تكون متسوقا مخفيا. بعض التطبيقات التي تجني المال كثيفة العمالة وعليك النزول إلى الشوارع. يمكنك الحصول على ما بين 5 دولارات و 20 دولارا. نيكست 3 سكبينتلو. هنا مرة أخرى لن تكسب المال ولكنك ستكسب نقاطا لأشياء مثل التحقق من العناصر في متجر البقالة والتحقق من العناصر في المركز التجاري وعمليات البحث الأخرى. يمكنك كسب نقاط للعب الألعاب ومشاهدة مقاطع الفيديو. يمكنك استبدال هذه النقاط لاحقا بالإكسسوارات وبطاقات الهدايا والهدايا الأخرى. هذا هو أحد التطبيقات الجيدة القليلة للمتسوقين لكسب المال. نيكست 4 سلايد. هذا هو أحد تطبيقات الكسب للمبتدئين. تطبيقات صنع الشرائح من نوعين، أحدهما يسمح لك بإجراء مدفوعات عبر الإنترنت لعمليات شراء متنوعة، والآخر يقدم نقودا لإكمال مهام معينة. عرض الشرائح يحظى بشعبية كبيرة في الهند وباكستان. هنا يمكنك كسب المال من خلال مشاهدة مقاطع فيديو مجانية أو مشاركة ما تفعله. بالإضافة إلى ذلك يتضمن عرض الشرائح أيضا برنامج إحالة. هذا يعني أنه يمكنك كسب نقاط لكل عضو تسجله للاشتراك بنجاح لاستخدام تطبيق عرض الشرائح. يتم دفع الشريحة من خلال نفس التطبيق والتي يمكن استخدامها للدفع عبر الإنترنت أثناء التسوق أو لإعادة شحن رقم هاتفك المحمول المدفوع مسبقا. نيكست 5 شوكيك. شوكيك هو تطبيق رائع آخر يجني المال إذا كنت متسوقا كبيرا. يمكنك المشي إلى أي متجر وتبادل بطاقات الهدايا أو قسيمة. يمكنك كسب المال أثناء التسوق. يدفع صاحب المتجر 2 دولار على الأقل لبطاقة هدايا. علاوة على ذلك التطبيق مجاني تماما. بالنسبة إلى نظام أندرويد الأساسي يمكنك الحصول عليه من خلال جوجل بلاي. Okay friends, if you like this video please like and share. If you want to see more videos like this please subscribe to my channel. Thank you.